في ظل الذعر العالمي من انتشار فيروس كورونا وتسابق محطات التلفزيون والمواقع الإلكترونية في نشر التدابير اللازمة لمواجهة الفيروس مثل البقاء في المنازل والحجر الصحي، وبظل هذا الحديث سلطت مجلة النيوز ويك الأمريكية الضوء على تعاليم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بهالخصوص، واستشهدت المجلة بأحاديث الرسول وإرشاداته حول النظافة. بدأ تقرير المجلة بحديث الرسول الكريم يوصي فيه بعدم دخول أرض حل فيها الوباء أو الخروج منها، وهو ما يطلق عليه طبياً الآن الحجر الصحي. واستشهدت المجلة بالحديث النبوي بها السياق، وهو كان: وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. التقرير أيضا يلي نشرته صحيفة نيوز ويك الأمريكية وكان بعنوان: هل يمكن لقوة الصلاة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا؟ قال إن هناك خبراء ومختصون بالمناعة يوصون بالحفاظ على النظافة والحجر أو العزل عن الآخرين باعتبار أكثر الإجراءات فاعلية لاحتواء كورونا أو منع انتشار الأمراض المعدية عموماً. وأضافت أن هناك شخص آخر أوصى بالنظافة والحجر خلال انتشار وباء معين، إنه نبي الإسلام محمد، وذلك قبل أكثر من 1400 سنة. واستشهدت بحديث آخر للرسول الكريم، وهو: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. أيضا المجلة أضافت أنه رغم أن الرسول محمد لم يكن بأي حال من الأحوال خبير تقليدي بالمسائل المتعلقة بالأمراض القاتلة، إلا أنه قدم نصيحة جيدة لمنع مكافحة تطور مرض مثل كورونا من خلال العديد من الأحاديث الواردة عنا، مثل النظافة من الإيمان وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وأيضا كمان أضافت التقرير تبعها أنه حديث عن المرض وضرورة علاجه وهو تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. فكانت ردود الفعل كثيرة على التقرير نشرته مجلة الأمريكية نيوز ويك بالساعات الأخيرة، وكانت أبرز هذه التعليقات من أحمد سعيد اللي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. اللهم صل على نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى. وهذا كان تعليق. أما عزة آدم أمين اللي قال: أحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عفاف الفردي اللي قالت: اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، والله لو تمسكنا وتقيدنا بتعاليمه لما أصابنا مرض ومقترب منا وباء، ويكفينا أنه نسلك سنته المباركة. أما أخيرا مع تعليق آخر فأيضا كان من سعيد حسان علي يلي قال: لأنه دين سلام وصدق، منشوف أبعد الناس عنه عم تتقيد فيه وتستشهد بتعاليمه، لأنه الإسلام دين السلام والمحبة، لأنه محمداً كان رسولاً للجميع ومعلماً وناصحاً للجميع.